السلام عليكم، هنكمل مكان ما وقفنا في الميزوميريك افكت. عايز حابب اكد عليكم بس عشان ما تنسوش ان الميزوميريك افكت اول شرط ليه ان هو لازم يحصل في انساتوريتد سيستم، نظام غير مشبع، يعني في دبل بوند او تريبل بوند، رابطه ثنائيه او ثلاثيه. تاني شرط ان هو يكون كونجوجيتد. يعني ايه كونجوجيتد؟ الله اكبر. يعني ايه كونجوجيتد؟ يعني في تبادل ما بين الرابطه الثنائيه والاحاديه، دبل سنجل دبل سنجل دبل، كونجوجيشن ما بين الدبل والسنجل، ما بين الثنائيه والاحاديه. تمام؟ يعني ما ينفعش، دي كده صح، ما ينفعش يجي اتنين دبل بوند ورا بعض. ما ينفعش رابطه ثنائيه لازقه في رابطه ثنائيه، ولا ينفع رابطه احاديه لازقه في احاديه وحط لك دبل بوند، ده برضه ما ينفعش، لازم تبادل. دبل سنجل دبل سنجل دبل. طيب في حاجه قلت لك عليها كمان، قلت لك ان احنا بنعامل النيجاتيف والبوزيتيف معامله، او اللون بير كمان، اللون بير اللي هي الالكترونين اللي بيبقى فوق الراس دول، معامله الدبل بوند. يعني هنا اكن في ايه؟ كونجوجيشن، دبل سنجل نيجاتيف او بوزيتيف، ده كده كونجوجيشن، عامل دول كده كلهم اكنهم دبل بوند، يبقى دبل سنجل دبل، ثنائيه احاديه ثنائيه، كل ده كونجوجيشن. طيب الاندكتيف افكت والميزوميريك افكت بيشتركوا في حاجه واحده، اللي هي ان الاندكتيف والميزوميريك الاثنين فيهم بيرمننت بولاريزيشن. ايه بيرمننت بولاريزيشن؟ يعني استقطاب دائم. يعني ايه استقطاب دائم؟ يعني شد وجذب في الالكترونات او في الشحنات، حركه دايمه، زي ما هنشوف بعد كده وزي ما وريتكم في البنزين، دايما الالكترونات بتتحرك مش ثابته، اهو في البنزين ده يتحرك كده وده يتحرك كده وده يتحرك كده وهكذا. فهنا برضو في بيرمننت بولاريزيشن. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف الاولاني ان الاندكتيف افكت بيشتغل حسب الالكترونيجاتيفيتي. يعني ايه؟ يعني لو السبستيتوانت الغريب عن الكربون عنده الكترونيجاتيفيتي سلبيه كهربائيه عاليه، هيحصل نيجاتيف اندكتيف افكت، هيسحب الالكترونات لبره، اللي هو ايه؟ توردز السبستيتوانت، ناحيه الفروع. طب لو العكس، بوزيتيف اندكتيف افكت، يبقى الكربون نفسها اللي جوه عندها الكترونيجاتيفيتي عكس السبستيتوانت اللي هو الفرع، اللي هو قلنا بيبقى ميتال او الكايل. طيب هنا الفكره، لا احنا هنا بندور تو ايه؟ تو ريتش مور ستيبل كومباوند او تو ريتش مور ستيبل ستراكشر، بدور على الاستقرار. يعني ايه استقرار؟ يعني المركب يبقى مستقر، اقعد احرك في الالكترونات لحد ما يستقر. تمام؟ الفرق الثاني ان الميزوميريك افكت بيحصل في الباي بوند، اللي هي بتكون فين؟ في الدبل او تريبل بوند، او في النيجاتيف تشارج، الشحنه السالبه، في الشحنات. انما الاندكتيف ما بيحصلش غير في حاجه واحده، اللي هي السيجما بوند، او بنقول عليها الرابطه الاحاديه، او بالانجلش سنجل بوند. طيب زي ما عندي في الاندكتيف افكت بوزيتيف اندكتيف ونيجاتيف اندكتيف، عندي برضو في الميزوميريك نفس الاثنين، والاثنين نفس الفكره بس مش نفس الشرح. ازاي يا عم؟ يعني هنبدا بالبوزيتيف ميزوميريك افكت، ده برضو لجوه حركه الالكترونات لجوه. لو تفتكر البوزيتيف اندكتيف كان ايه؟ كان اللي بره عنده الكترونيجاتيفيتي قليله، سلبيه كهربائيه قليله، فالالكترونات بتتسحب منه لجوه ناحيه الكربون، او بيدي الالكترونات لجوه. ده نفس الكلام بس الشغل كله هيبقى على ايه؟ الدبل بوند او النيجاتيف شارج وهكذا. تمام؟ طيب انا كاتب لك ليهم تعريفات، هي مش في الورق بس عشان افهمك، لان الورق مختصر في الحته دي شويه او مش موضح لك التفاصيل. بقول لك ايه هنا؟ ان الترانسفير اوف الكترون هيكون ايه؟ ترانسفير اوف الكترون هيكون away from a particular group. يعني ايه؟ يعني هيبعد عن الجروب اللي بره، يعني الجروب اللي بره هيدي الالكترونات لجوه، خلاص؟ طب الحاجه الثانيه ان انت هتعمل increase in electron density، يعني هتزود. الكلام ده تقراه ومش تحفظه، زي ما اتفقنا الاورجانيك النظري فيه. increase in electron density يعني هزود كثافه الالكترونات in the compound، ما انا بدخل الالكترونات لجوه يبقى اكيد بزود كثافتها. تمام؟ طيب تعالى نشوف الاكزامبل اللي عندنا. نبدا بابسط حاجه. قال لك الجروب ده لازم يكون يا اما عنده لون بير، تمام، يا اما يكون عنده نيجاتيف تشارج او دبل بوند. تعالى نبص هنا، ده عنده لون بير. طب تعالى نتاكد ده عنده الشروط ولا لا. انساتوريتد، عنده دبل بوند، تمام. كونجوجيتد ولا لا؟ قلت لك اللون بير اكنها دبل بوند، دبل سنجل دبل، يبقى كونجوجيت او ثنائيه احاديه ثنائيه. ايه اللي يحصل؟ انا عندي الكترونين فوق راسي، انا عندي الكترونات زياده، هديها لك، خد دي. يبقى هدخل الكترونات فين؟ لجوه. يبقى هدخل دي لجوه. طبعا لما ادخل الدبل بوند اصلا يا جماعه،
او البوند الثانيه اللي هي الباي بوند دي عباره عن الكترونين اكنها لون بير اصلا. يعني انا لون بير هنزلها برابطه ثانيه، هنزلها ببوند ثاني. طب ايه الفكره لما الدبل يلزق بدبل ينفع؟ لا، فلازم احرك دي في نفس الخطوه. يبقى انا عملت ايه؟ نزلت النيجاتيف او اللون بير الزوج من الالكترونات برابطه ثنائيه او بدبل بوند، وطلعت الدبل بوند بنيجاتيف او بالكترونات فوق، عكست نزلت رابطه وطلعت رابطه. طب حلو، تعالى نشوف كده. السي اتش 2 خدت حاجه نيجاتيف، حاجه سالبه صح؟ مش الالكترونات ده سالب نيجاتيف؟ اه، يبقى تاخد نيجاتيف تشارج. حلو، البوند الثانيه اللي هي دي اهي نفس شكل النيجاتيف تشارج، اهي طلعت زي ما هي فوق اهي. تمام تمام، وادي النقطتين اللي هم يعتبروا نيجاتيف تشارج نزلوا بوند ثانيه اهي. نفس الاثنين دول اهو، نفس النقطتين دول اهو نزلوا اهو ببوند برابطه. حلو حلو، او اتش. طب حلو، بس انا كاو مش انا فقدت الكترونز، فقدت حاجه سالبه، خسرت السالب، عملت لوس لنيجاتيف، يبقى هبقى بوزيتيف، ابقى موجب لان انا خسرت السالب. دي الفكره العامه كده، انا حليتها. الموضوع بسيط جدا. طب تعالى ناخد الاكزامبل اللي انا حاطه لك في الورق، بيجي في الامتحانات على طول لو هنمتحنه في الجامعه. تمام، ادي دبل سنجل، دبل سنجل، ادي الاو اتش. تمام، طيب هل هو بيحصل في الاو اتش بس؟ لا، اي حاجه عندها لون بير زي مين؟ او اتش او او ار. يعني ايه او ار يا جماعه؟ قلت لك ار دي اي الكايل، يعني مثلا سي اتش 3، اي حاجه عندها لون بير، او ان اتش 2 بتاعت الامين اللي هو الامين، او ان ار برضو لا زال ان سي اتش 3. كل الحاجات دي تقدر انها تحصل لها بوستيوزوريكتيف. ليه يا عم؟ عشان عندي الكترونات فوق راسي زياده لون بير هديها لجوه. طب تعالى ناخدها واحده واحده واحده. اعمل ايه؟ اللون بير دي اكنها سالب، اكنها نيجاتيف، الكترونين اكنها ربط، هنزل ربط، هنزل بوند، واطلع بوند جنبها بالنيجاتيف. هل اشتغل على دي دلوقتي؟ خطوه خطوه، ودي علامه الميزوميريك افكت. دي انا لسه ما قربتش منها، وادي اهم الاثنين الكترون اللي هم بتوع البوند دي بتوع الربط دول بقوا برضو نيجاتيف تشارج، بقوا الكترونين اهم هم اهم. راح على الكربون اللي بعدها، وهما الالكترونات عباره عن سالب عباره عن نيجاتيف، يجي هنا في سالب كده، ما عادش في هنا بوند ثانيه. الالكترونين بتاع الاكسجين نزلوا هنا بايه؟ بدبل بوند برابط. حلو، ادي الاو اتش، ما تنساش ان الاو فقدت الكترونات لوس الكترونز، يبقى بقى بوزيتيف. فقدت السالب او لوس للنيجاتيف، يبقى هبقى بوزيتيف، هبقى موجب. هل انا كده خلصت؟ ما انا بعرف انا خلصت امتى. بتخلص لما تحرك كل الالكترونات اللي عندك، كل الباي الكترون اللي عندك. الباي الكترون اللي هم بيبقوا مين؟ يا لون بير زي دي، يا الرابطه الثانيه اللي هي الباي بوند او الدبل بوند، يا اما النيجاتيف تشارج. طب حلو، اللي هي زي دي. حلو، انا حركت دي وحركت دي، فاضل مين؟ دي، يبقى لازم احركها هي كمان، بس بمشي بنفس التسلسل. يعني ايه التسلسل؟ مش النيجاتيف نزل بدبل، السالب نزل برابطه، اه يبقى برضه السالب ينزل برابطه، النيجاتيف ينزل ببوند، والبوند قلنا تطلع بسالب، يبقى البوند دي كمان تطلع بسالب. ماليش دعوه بقى ده انا خلصته، يبقى اهو البوند طلعت بسالب، الرابطه طلعت بسالب، البوند طلعت بنيجاتيف تشارج، لان اصلا البوند عباره عن الكترون، الالكترون سالب، الالكترون نيجاتيف طلعت هنا بنيجاتيف، والنيجاتيف هنا نزل بدبل، وبعد كده الباقي زي ما هو، ادي الاو اتش كده. انا خلصت. خلي بالك بقى من حاجه، هتعرفك انت ماشي صح ولا غلط. الكونجيوجيشن هتلاقيه ماشي معاك، ما بيبصش. تمام؟ يعني هنا هتلاقي دبل سنجل نيجاتيف سنجل دبل، قلت لك النيجاتيف اكنها دبل بوند اهو، دبل او نيجاتيف سنجل دبل سنجل دبل. اوكي؟ خلاص؟ طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ الاكزامبل اللي في الورق بقى اللي عندك في ورق المحاضره ده من عندي، عشان ده بيجيبوه كتطبيق. جايب لك ستراكشر بالمنظر ده. ستراكشر فيه او ام اي، او ام اي دي يا جماعه دي او ميسايل، لكنها او سي اتش 3. تمام، عندها لون بير. ادي دبل سنجل دبل دبل، وادي ان معاها دبل بوند، او عادي واو نيجاتيف. ليه الاو دي بالنيجاتيف ودي لا؟ عشان الاو تكافؤها ثنائي داي فيلنت، فانا هنا مش لاقي الرابطه الثانيه بتاعتها مش موجوده، فطلع لها بسالب. دايما السالب يا جماعه اكنه رابطه، اكنه رابطه الثانيه. طيب والان بوزيتيف. حلو، طيب
واحد يقول لي طب انا هنا اعمل ايه؟ مش احنا قلنا بص ميزوميريك افكت هدور عند اللي عندها الكترونات. مين اللي عندها الكترونات هنا؟ الاو ام هي او ام ساين عندها اهو فوق راسها. حلو، يبقى هنا ايه؟ قلنا النيجاتيف او اللون بير ينزل برابطه، ينزل ببوند. الالكترونز او النيجاتيف او السالب او زي ما تحب تقول تقول زي الكترونات بينزل برابطه، والرابطه تطلع بنيجاتيف. تمام؟ طيب هنختصرها، هي قلنا احنا مش الرابطه بتطلع بنيجاتيف والنيجاتيف بعد كده بيقلب رابطه؟ خلاص الرابطه دي هتتحرك هنا. نفس الفكره بس اختصرنا، بدل ما قلنا الالكترونين هيبقوا سالب والسالب ينزل برابطه، انا اختصرتهم في خطوه واحده. حلو. طب انا شمال مشيت يمين مش شمال عشان اسرع، اسرع ان انا اروح ناحيه مين؟ الموجه. مش انا الكترونات سالبه مش انا نيجاتيف؟ انا بموت في البوستيف، البوستيف عايزني، فما اروحش من طريق بعيد، لا اروح من اقرب طريق. طب اللي بعدها الالكترونات برضو بتاعت الدبل بوند دي تقوم رايحه على البوند دي، برضو يعني المفروض تروح على الكربون بسالب وسالب ينزل، بس اختصار. حلو؟ حلو. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ اني انا عشان اروح هنا لازم افضي مكان، هل ينفع الدبل يلزق في الدبل؟ هبوظ الكونجيوجيشن، فحرك الدبل اللي بعدي على الاو. حلو. يبقى بكل بساطه هنقل اللي انا عملته. ايه اللي انا عملته يا عم؟ ادي اللون بير نزلت بدبل بوند، بقت الاو بوزيتيف عشان فقدت الكترونات زي ما قلنا قبل كده، والدبل بوند دي نزلت بنيجاتيف والنيجاتيف ينزل بدبل، السالب نزل برابطه. بعدين البوند اتحركت، جت هنا بنيجاتيف بعدين بقت بوند، جت بسالب بعدين السالب ينزل برابطه. تمام؟ وادي الان، وادي الاو جالها الكترونات صح؟ يبقى تبقى نيجاتيف عشان خدت الكترونات. واخدين بالكم من الفرق؟ الاو اللي تحت فقدت الكترونز، فقدت سالب، لوس نيجاتيف، بقت ايه؟ بوزيتيف. الاو اللي فوق خدت الكترونز، خدت سالب، خدت نيجاتيف، بقت نيجاتيف. خلاص؟ بس كده يا عم. الدبل بوند دي اهي زي ما هي. الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله، هو ده. تمام؟ دي لو الامتحان جالك ام سي كيو هيجيب لك دي ويقول لك الميزوميريك افكت بتاعها ايه، ويجيب لك في الاختيارات ستراكشر زي ده وستراكشرات ثانيه، فانت هتختار ده. تمام؟ بكل بساطه ورا بعض بيرمننت بولاريزيشن، الالكترونات بتجري ورا بعض ناحيه مين؟ البوست. انا كسالب كنيجاتيف عايز اروح لمين؟ البوست. تمام؟ ناخد اكزامبل تاني على البوست ميزوميريك افكت. عندنا مثلا كومباوند زي ده، ده اسمه ايه يا جماعه؟ سايكلو. كلمه سايكلو جايه من سايكليك يعني حلقه يعني رينج. تمام؟ بنت يعني خمسه كربون، ادي 1 2 3 4 5. داين يعني ايه؟ داين دا يعني اثنين، وين يعني دبل بوند، يعني اثنين دبل بوند او اثنين روابط ثنائيه. طبعا انا عارف ان كل الكربون فيها هيدروجين، بس هو هنا وضح لك الهيدروجين عشان يعرفك ان احنا هنشيل واحده. تمام؟ تمام. طيب هنعمل ايه؟ قال لك ده هيحصل له دي برونيتد. يعني ايه دي برونيتد؟ كلمه دي يعني نسح، بروتونيتد يعني هشيل بروتون، يبقى انا هشيل بروتون، يا ده يا ده. كلمه بروتون اللي هو الهيدروجين، يبقى دي بروتونيتد يعني هشيل منه هيدروجين. تمام؟ طيب البروتون ده مش اسيد؟ حمض يعني، مش الاتش ده حمض، عارفين من ثانويه عامه اسيد، يبقى مين اللي يجي يشيله؟ لازم بيس، يبقى هيبقى في بيس لازم تيجي تشيل الاتش. خلي بالك دايما البيس دي بيبقى عندها اللون بير اللي احنا قلنا عليها، اللي هم زوج الالكترونات اللي فوق الراس، يعني الحاجات دي كلها بيس، الاو اتش ده بيس والان اتش 2 بيس وهكذا. خلاص؟ طب ركز بقى معايا، تعالى بقى نشوف الريزونانس بتاعها بعد ما تتشال منها الاتش. بص يا سيدي، ولا نكتبها فوق شوية عشان تبقى أوضح. هو الـ H مش موجب بوستيف صح؟ أنا فقدت بوستيف، مش فقدت إلكترون، فقدت بوستيف، فقدت موجب، يبقى أنا هبقى إيه؟ نيجاتيف. الكربون دي فقدت H بقت نيجاتيف، الـ H التانية لسه موجودة بس مش محتاج إن أنا أرسمها. حلو. تمام؟ ايه اللي يحصل بقى هنا؟ هتعامل مع النيجاتيف السالب زيه زي اللون بير، زيه زي الالكترونين اللي فوق، ازاي يا عم؟ اهو النيجاتيف او السالب ينزل ببوند، ينزل برابطه. بس وايه؟ والبوند
او الرابطة تروح بسالب. قلنا خطوة خطوة اهو، يبقى السالب نزل برابطة، النيجاتيف تشارج نزل ببوند، الكترونين بقوا الكترونين، بس بدل ما هم حرين، بدل ما هم فري، لا بقوا عاملين بوند. عملت لي حاجة اسمها بوندنج. يعني ايه بوندنج؟ حولت الالكترونات من هي حرة او السالب انها حر لدبل بوند. خلاص، والدبل تنزل بنيجاتيف. كده اول خطوة. هل انا عملت حاجة في دي؟ لا، لسه زي ما هي. يبقى انا كده حركت كل الباي الكترون اللي عندي ما عدا الاخيرة، يبقى فاضل ان انا احرك الاخيرة. حلو. النيجاتيف او بتمشي بمين؟ بالنيجاتيف، ينزل بدبل، السالب ينزل برابطة ثنائية، فالرابطة الثنائية تطلع بسالب عكس بعض، او الدبل بوند يطلع بنيجاتيف. ادي الدبل وادي سنجل نزلت بدبل، والدبل بقى نيجاتيف تشارج. خلاص. طيب اخر خطوه خالص اهو، ان انا هنزل النيجاتيف برضو بدبل، والدبل يطلع بنيجاتيف. يبقى انا كده لو خدت بالك النيجاتيف تشارج عدت على كل المركب، عدت على هنا وعلى هنا وعلى هنا وعلى هنا، لف بس يا باشا. ادي السالب نزل برابطه، النيجاتيف نزل بدبل بوند، والدبل بوند طلع بنيجاتيف. خلص. تمام. ده طبعا ممكن يجي لك في الامتحان انت ترسمه، وممكن يجي لك ام سي كيو. اخر سنتين كان بيجي ان حضرتك تكتبه. في الاول ممكن تحسه تقيل، بس مع الوقت تتعود عليه جدا، يعني الموضوع سهل جدا. خلاص. في حاجه هنا هو بيقول لك عليها، ان هو ايزو الكترونيك تو بنزين، واللي هو اروماتيك. يعني ايه اروماتيك يا جماعه؟ باختصار كده هناخدها في اورجانيك تو، بس نقولها بسرعه. فاكرين الكونجيوجيشن؟ اه. دبل سنجل النيجاتيف اعتبرناها دبل سنجل دبل سنجل. الاروماتيك بيبقى فيه التبادل ده، ثنائيه احاديه ثنائيه احاديه ثنائيه، فده اروماتيك. وايزو الكترونيك تو بنزين يعني عدد الالكترونات اللي فيه قد البنزين. هو البنزين فيه كام باي الكترون؟ البنزين فيه 3 دبل بوند، كل بوند ب 2، ادي 2 4 6، ده قده، ادي 2 4 6، عشان كده قلت عليه ايزو الكترونيك بنزين. طبعا دي معلومات جانبيه مش هسالك فيها، بس ايه لازم تبقى فاهم. تاني حاجه النيجاتيف ميزوميريك افكت، دي بقى العكس، نيجاتيف يبقى لبره. طيب هعرفها منين؟ لازم الحاجه اللي عندي انا هطلع لبره، صح؟ يبقى انا كجوه عندي الكترونات زياده اطلعها، يبقى زي السي دبل بوند او، عندي اهو دبل بوند زياده هطلعها لبره. تمام. تمام. يبقى هنا الكلام النظري اللي انا جايبه لك عشان تفهمه، when electrons are transferred away from a particle group، يعني طالعه بعيد عن السي دبل بوند او، طالعه لبره. طب انا هنا عملت انكريز للالكترون دنسيتي ولا ديكريز؟ عملت ديكريز للالكترون دنسيتي، قللت كثافه الالكترونات. ليه يا باشا؟ انا مطلع الالكترونات برميها بره، عكس البوزيتيف كنت بدخلها لجوه، بزود كثافه الالكترونات في البوزيتيف والنيجاتيف بقى. طيب ايه الاكزامبل الاشهر لما يكون عندي سي دبل بوند او كونجيوجيتد ويز، يعني متبادل مع سي دبل بوند سي؟ تمام. دي فيها كم هيدروجين؟ سي اتش 2 سي اتش، ده ابسط اكزامبل. هناك لازم يكون عندي او او ان او اس عندهم لون بير زي الاو اتش. هل ده عنده لون بير؟ لا، ده عنده دبل بوند. اول ما تشوف الدبل بوند يبقى انا عندي الكترونات زياده، بقى هطلع الالكترونات فين؟ لبره، وما اعملش حاجه وراها. هنا بعمل حاجه واحده، هناك كنت بعمل حاجتين في نفس الخط، انزل السالب برابطه، انزل النيجاتيف بدبل بوند، واطلع الدبل بوند اللي وراها بنيجاتيف. هنا لا، حاجه واحده. حلو. هنا ركز معايا، الكربون دي مش فقدت الالكترونز بتاعت الباي بوند، حصل لها لوس الكترونز فور باي بوند، خسرت الالكترونات بتاعت الرابطه الثنائيه، اه يبقى بقت بوزيتيف فقط. والاو الاكسجين مش خدت الكترونز، بقت نيجاتيف. ده كده اول خطوه بكل بساطه وسهوله. طيب ايه اللي بعدها؟ كل اللي انا هعمله هنقل الدبل بوند، او هنا انا مش محتاج انقل الدبل بوند، اهو دبل سنجل بوزيتيف. هنا في كونجيوجيشن، خلاص انا حركت دي، الدنيا ظبطت معايا. تمام.
طيب فين بقى الاكزامبل اللي ارخم من كده او اتقل من كده؟ دي كده خلص. تمام، قلنا اي حاجه فيها كربونال جروب. يعني ايه كربونال جروب؟ يعني سي دبل بوند او، زي مثلا الاسيد اللي هو سي او او اتش اللي هو بيترسم كده سي دبل بوند او اتش، ده نيجاتيف ميزوميريك. او الالدهايد سي دبل بوند او بس اتش واحده من غير او اتش. كل حاجه فيها سي دبل بوند او بيحصل لها ايه؟ نيجاتيف ميزوميريك افكت، تطلع لبره. وانا بفهم مش بحفظ، اشوف الدبل بوند يبقى انا عندي الكترونات جوه، يبقى اخلي الدبل بوند نيجاتيف. طب هناك عندي لون بير اللي هي نيجاتيف، يبقى عندي الكترونات زياده بره ادخلها لجوه. تمام، طب تعال ناخد الاكزامبل اللي عندنا. ببدا منين؟ مش هبدا من هنا، هبدا من الجروب او السبستيتون. حلو، شفت دبل بوند يبقى حرك الالكترون فين؟ لبره. دي كده اول ستيب. والسهمين رايح جاي ليه يا جماعه؟ ليه انا من الاول عامل سهم رايح جاي؟ لان ده بنقول عليه ريزونانس. بعد عارفين اخر ستراكشر بيرجع تاني العكس. هفهمها لكم دلوقتي بس ما نخلص الحته دي. ادي الكربون فقدت الكترون بقت بوزيتيف، والاو خدت الكترون بقت نيجاتيف. طيب هل بس كده؟ لا، حرك اللي بعدها واحده بس. انا بحرك حاجه واحده في النيجاتيف ميزومير، ادي السهمين بتوع الميزومير. تمام، ركز بقى معايا عشان هنا عكس اللي هناك. هناك نيجاتيف سالب كنت بنزله برابط او بنزله بوند، هنا الكربونه دي مش فقدت الكترونات. تبقى بوزيتيف. يبقى انا في النيجاتيف ميزوميريك بشوف بوزيتيف تشارج، في السالب بشوف موجب، هناك في الموجب كنت بشوف سالب. حلو، دبل بوند نقلت هنا، وادي السي رجع لها الالكترونات اللي فقدتها فالبوزيتيف راح، والاو لسه نيجاتيف زي ما هي. طب يا عم اشمعنى الكربون دي اللي بوزيتيف مش دي؟ مش الدبل بوند دي ما بين الكربونه دي والكربونه دي، رابطه الثنائيه دي ما بين دي ودي، اشمعنى دي اللي بقت بوزيتيف؟ ما هي دي لما اتنقلت هنا فضلت مع نفس الكربون، يعني هي كانت معاها هنا وبقت معاها هنا عادي. امال مين الكربون اللي فقدت دي؟ خسرت الالكترونات فبقت بوزيتيف. حلو، بعمل لحد امتى؟ لحد ما احرك كل الدبل بوند. فاضل عندي مين؟ دبل بوند واحد، احركها كده. اما تنسى او تتلخبط شغل دماغك. هو احنا مش قلنا ان الالكترونات دي نيجاتيف سلبه بتحب الموجب؟ هتروح جايه ناحيه الموجب. الكربونة دي كده مش فقدت الكترونات، كربون نص الكترون تبقى بقت بوزيتيف، بقت موجب. بس نقلت دي هنا، يبقى رجعت شبعت الكربونة تاني بايه؟ بالالكترونات. بس شكرا. اتاكد ان ماشي صح، الاقي الكونجوجيشن، ادي النيجاتيف قلنا هو والبوزيتيف واللون بير اكنهم دبل بوند، اكنهم رابطة ثنائية. دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل. تمام؟ طب تعالى نشوف الاكزامبل اللي في المحاضرة. بص يا سيدي، قدام هتعرف ان البروم دي جود ليفنج جروب. يعني ايه جود ليفنج جروب؟ يعني سهل انها تطلع لوحدها. فالمركب بيفقدها، الكومباوند بيحصل لوست البروم. طيب ايه اللي هيحصل؟ يعني انا فقدت حاجه نيجاتيف اللي هي البروم، حاجه سلبه، يبقى انا هبقى بوزيتيف. مش انا قلت لك لو شفت البوزيتيف يبقى ده نيجاتيف ميزوميريك افكت، لو شفت النيجاتيف يبقى ايه؟ بوزيتيف ميزوميريك افكت. انا عندي المركب احرك مين وفين وليه؟ الالكترونات سالبه، الالكترونات نيجاتيف، لاف بوزيتيف بتحب الموجب، يبقى مين اللي يتحرك؟ الالكترونات. طب ما انا عندي ده وده، كل ده باي الكترون، كل دي الكترونات باي، حرك مين؟ اقرب واحده للبوزيتيف، اقرب واحد للسندوتش يجري عليه. ده اول واحد، ليه ده اقرب واحد من البوزيتيف؟ تمام؟ وقلنا هنا بنعمل حركه واحده. يبقى حركه واحده واكتب على البوزيتيف حركتين. بوزيتيف كان ايه؟ بوزيتيف ميزوميريك، النيجاتيف ينزل بدبل، السالب ينزل برابطه ثنائيه، والثنائيه تطلع ب برابطه ثنائيه تطلع بسالب.
الكربونه دي كده فقدت الالكترونات اه تبقى بوزيتيف، والدبل بوند دي راحت ناحيه البوزيتيف فبقت بوند ثانيه. هل هنا في بوزيتيف؟ لا خلاص، الكربون اللي هي دي اللي عندها بوزيتيف شبعت مين اللي يتحرك وراها؟ اقرب حاجه للموجب، اقرب حاجه للبوزيتيف تتحرك. مين اقرب حاجه للبوزيتيف؟ اهي اقرب الكترونات، اقرب دبل بوند، اقرب ثنائيه تتحرك ناحيه البوزيتيف. ماشي. طيب مين اللي فقد المره دي الالكترون؟ اهي الكربون الاولانيه دايما اللي بتفقد. ليه؟ لان ده لما نقل هنا، ده لما نقل هنا الكربونه دي كان معاها الدبل بوند صح، فضل معاها الدبل بوند. امال مين فقد دي؟ تمام، وادي عندي الدبل بوند لحد ما حرك، قلنا بنخلص امتى؟ فاضل لي دبل بوند ما حركتهاش، حركت دي اهي، حركت دي اهي، فاضل مين؟ الاخيره. احركها فين؟ لفوق ناحيه الموجب. انا سالب، انا الكترونات سالبه نيجاتيف، بحب الموجب. خلاص خلصتها. تمام. يبقى دي جت هنا بالضبط. مين بقى اللي يبقى بوزيتيف دلوقتي؟ مش الكربونه دي هي اللي فقدت؟ خدت بالك من اللي حصل؟ البوزيتيف لف من هنا لحد ما وصل هنا، لف على المركب كله، وكان هو فوق كمان، كان هو فوق. تمام. خلصنا كده اتخم حته انتوا شايفينها في المحاضره. فاضل الجزء البسيط اللي هو تايبس، انواع اوف بوند كليفج، انواع كسر الربط. ده بيحصل فين؟ في التفاعلات الكيميائيه، في الرياكشن. تمام. فبيقول لك ايه دي انواع كسر الربط؟ during chemical reaction، في خلال التفاعلات الكيميائيه bonds are break او are broken، الروابط بتتكسر. حلو. طبيعي اي تفاعل المركب شكله اتغير. طب بيتكون ايه؟ ان الرياكتنتس بتفورم نيو برودكت، او ان بيحصل عندي ان انا اكون حاجتين. طب انا عندي نوعين، نوع بنقول عليه هومو ليتيكال. كلمه هومو دي معناها متجانس، يبقى ده الكسر متجانس، وهفهمك يعني ايه متجانس. بص يا سيدي، الهوموليتيكال ده بيحصل في الروابط النون بولر غير قطبيه، اللي هي النون بولر كوفالنت بوند اللي خدناها في اول محاضره، الرابطه التساهميه غير قطبيه. طيب النون بولر ده بيبقى عامل ازاي؟ عندي حاجتين زي بعض، سي ال 2 مثلا، اللي هي لو جينا نرسمها هتبقى سي ال كوفالنت بوند سي ال نون بولر. قلنا النون بولر بيبقى فيه مفيش اختلاف في السلبيه الكهربائيه، نو ديفرنس الكترونيجاتيفيتي. اللي بيحصل ان حاجه من العوامل اللي انا بقول لك عليها، ضوء الشمس اللي هو صن لايت، او اللايت العادي، او بيروكسيد اللي هو H2O2، او اي حاجه من اللي بتكسر الرابطه، بتعمل ايه؟ بتقوم كسره في النص بالظبط، عشان كده بنقول عليها كسر متجانس. طب ليه في النص؟ هقول لك. انا سي ال وسي ال، انا ليه اخ توأم؟ حلو، احنا الاثنين توأم ماشي، متساويين في القوه. لو بنتخانق على سندوتش وكل واحد شد من ناحيته، مش انا هاخد النص وهو ياخد النص بالظبط عشان قوتنا واحده؟ اه، هنا احنا الاثنين زي بعض في الالكترونيجاتيفيتي، فلما يتكسر انت ككلور اولاني تاخد نص السندوتش، وانا ككلور تاني اخد نص السندوتش. اللي هو ايه السندوتش؟ اللي هو الرابطه، البوند. البوند اللي احنا اتفقنا قبل كده عباره عن ايه؟ الكترونين. يبقى انا لما اكسر بالنص كل كلور هتاخد الكترون، اللي بنسميه ايه الالكترون ده يا جماعه؟ فري راديكال. يعني ايه فري راديكال؟ يعني الكترون حر، وده بالمناسبه مش مستقر. عارف انت لما تكون حاجتين مع بعض كده متجانسين، اه الرابطه مستقره ان هما الاثنين جنب بعض. في راديكال ده بقى الكترون حر، يقعد يتنطط عايز يتفاعل. يبقى انا قسمت هنا هوموليتيكالي كسر متجانس، كل واحده خدت بالتجانس، او ممكن تقول عليها 2 سي ال مع النقطه. النقطه دي معناها فري راديكال الكترونه، كل كلوره خدت واحده. خلاص تمام. يعني لو انت عندك مثلا اي بي، والاي بتساوي البي في الالكترونيجاتيفيتي، اكسر الاي هتاخد نص الرابطه اللي هي الكترونه، والبي هتاخد النص التاني. ده كده ايه؟ الفري راديكال او الهوموليتيكال. طيب لو عندي هيتيروليتيكال، يعني غير متجانس، كلمه هيتيرو يعني حاجه غير متجانسه، هيتيروليتيكال غير متجانس، انا كسر غير متجانس، يبقى ايه؟ واحد هياخد اكتر من الثاني. طب تعالى نشوف،
امتى هيحصل؟ مش الهومو كان في النون بولر؟ اه ده يحصل في البولر. البولر ده اللي فيه واحد اقوى بس مش اقوى قوي. زي ايه؟ زي ان انت عندك مثلا اتش سي ال. حلو، قلنا هنا الفرق في الالكترونيجاتيفيتي عالي بس اقل من 2، فكنا بنقول عليها بولر. وقلنا الكلور قوي بس مش قادر ياخد الالكترونات كلها، فبياخد بارشال نيجاتيف، شحنه جزيئيه سالبه، والاتش شحنه جزيئيه موجبه. حلو، طيب انا قوي ومعايا واحد اضعف مني، لما اجي اشد السندوتش منه ويجي مثلا عامل يساعدني زي الصن لايت مثلا او زي اليو في اللي هو الالترا فايلت اشعه فوق البنفسجيه، مش انا ما هصدق ان انا اخد الالكترونات كلها؟ انا عمال اتخانق معاك وانا اقوى منك، انا شحنه جزيئيه سالبه واخد معظم الالكترونات وانت فاقد معظم الالكترونات، انت ريسيف موست اوف الكترونز فنيجاتيف وانت لوس موست اوف الكترون فبوزيتيف. فالسي ال اللي ما يصدق ياخد الالكترونين الاثنين، ياخد الاثنين كلهم فيبقى نيجاتيف، خد الرابطه كلها عشان هو اقوى، والاتش الغلبان فقد كل حاجه. فهنا ده بقى اناين، مش احنا قلنا الاناين هو اللي بيبقى نيجاتيف وعنده الالكترونات كلها، والاتش بقى كاتاين زي ما شرحنا. عشان كده سميناه هيتيروليتيكال غير متجانس. ليه؟ واحد خد كل حاجه وواحد فقد كل حاجه، ما مش متجانس، احنا مش متساويين. لكن في الهومو انا الكترونه وانت الكترون بالتساوي. تمام، احنا كده خلصنا. اخر حاجه هو بيعرفك ايه اللي هناخده في المنهج بعد كده، ده كده هناخده بس نقوله كده ايه بسرعه. عندنا الكان اللي هو ابسط حاجه اللي هو زي سي اتش 4 اللي هو الميثين اللي هو بنقول عليه ار اتش. كلمه ار اتش يا جماعه يعني ايه؟ الكايل ماسك في اتش، يعني سي اتش 3 اتش سي اتش 4، ميثايل معاها اتش تبقى ميثين. الالكين وده بتبقى سي دبل بوند سي. الالكين ده بتاع رابطه ثنائيه او دبل بوند، بتاع تريبل بوند او سي تريبل سي. الالكايل هالايل، يعني ايه هالايل؟ فاكرين فكري فلور كلور بروميوت اللي بنقول عليهم اكس؟ اكس ده يعني مين فكري؟ فلور كلور بروم يود، ده اسمه ايه؟ الاكس ده بنسميه هالايد اللي هو فلور او كلور او بروم او يود فكري. تمام، زي مثلا سي اتش 3 اهو الكايل سي اتش 3 ماسكه في السي ال، فلو عايز اسميه على وزن الكايل هالايد يبقى ميثايل كلورايد، هي على نفس وزن هالايد، فلورايد كلورايد برومايد ايودايد وهكذا. الكلام ده مش لازم تعرفه قوي دلوقتي، احنا بنقوله سريعا. الالكحول وده بيميز بمين؟ بالاو اتش. تمام، الامينز تميز بمين او الامين؟ ان اتش 2. تمام، مين تاني؟ الالدهايد، لا الايثر، ودي بتبقى اكسجين ما بين اثنين الكايل. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال سي اتش 3 او سي اتش 3 اللي بنقول عليها داي ميثايل ايثر او ثنائي ثنائي سيرين ميثايل. تمام، عندنا الالدهايد وده بعرفه بسي دبل بوند او اتش، والاسيد لسه قايلينها سي دبل بوند او زي الالدهايد وزود او او اتش. تمام، احنا كده خلصنا اول محاضره اللي تعتبر ارخم من ثاني محاضره، اللي بعد كده ابسط واسهل. ربنا معاكم، لو حد عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على الواتساب.